بسم الله الرحمن الرحيم. هلا شباب بدنا نحكي على شغلة حلوة كتير، وهي يعني تنظيم إعطاء البيرميشن على مستوى الأورجنايزيشن. هلا أنا فتحنا سيستم مانجر، نعرف إنه أنا بقدر أعطي ديليجيشن على مستوى الأورجنايزيشن، على مستوى مثلا أدمنستريتيف جروب مثل ما شايفين، ديليجيت كنترول، أو على مستوى الأورجنايزيشن. طبعا مستوى الأورجنايزيشن هو أعلى ديليجيشن، طبعا ديليجيت كنترول نيكست، بختار اليوزر من هون وبختار نوع ديليجيشن بدي اعطيه، مثل ما قلنا ادمنستريتور، فول ادمنستريتور، اونلي، فيو اونلي. طبعا فيو اونلي بس بشوف الادمنستريتور عنده صلاحيات كام صلاحية، الفول ادمنستريتور عنده صلاحيات كاملة بكل شيء، اما الادمنستريتور فعنده صلاحيات كاملة ما عدا انه لا يقدر يغير البيرميشن. طيب انا ناقشنا هالامر من قبل. هلا انا لو اخذت بروبرتيز هون بشوف، انا حابب يطلع لي هون تاب سكيورتي مشان انظم وادير اكثر واكون مسيطر اكثر باعطاء البيرميشن على اليوزر. يعني ما حابب اعطيه مثلا والله كل الصلاحيات او يشوف بس، يعني انا بحب تفصيل اكثر من هالثلاث انواع، الفيو اونلي وفول ادمنستريتور وادمنستريتور. بدي اشوف اكثر كيف هالشيء نسويه. عن طريق الريجستري ندخل ران ريج اديت مثل ما شايفين، بروح بالتفصيل راح نجيها. ماشي، هاي انا عندي الريجستري، بروح على هيك كرنت يوزر، اختار منه سوفت وير، بعدين مايكروسوفت، مايكروسوفت بختار اكس تشينج، هاي اكس تشينج، بعدين اكس ادمن. اكس ادمن ما بختار منها لهدول الجوز، يعني بتركها هيك بس، اكس ادمن مثل ما هي. اوكي نيو، بقول له دول فاليو، بختار بدي اعمل كي جديد مثل ما شايفين، عملنا هاي الكي الجديد. ننتبه هلا بدنا نسميه، لازم تكون تسميته بالضبط مثل ما انا راح اكتبها، ما بتغير فيها شيء والا العمليه لن تتم. بسميها شو سكيورتي بيج، لازم تكون متلاصقه، كلام متلاصق لا يوجد فواصل بيناتهم. بعطيها قيمه 1 وبتركها على الهكسا ديسيمال، بقول له اوكي بنغلق. هلا بروح انا باخذ بروبرتيز على مستوى الاورجنايزيشن، بشوف تاب جديد هو تاب سكيورتي. مثل ما شايف انا فيني اختار اللي بدي اياه من اليوزرات واعطيه البيرميشن اللي بدي اياه كمان بكل سهوله، مثل ريسيف از، سنت از، سبيشال بيرميشن، فيو، كرييت، انفورميشن ستور، يعني تفصيل الممل. طبعا هاي بتسهل لي اكثر، تعطيني امكانيات اكثر من الديليجيشن العادي. طبعا هي نفس الديليجيشن بس هون امكانيات اكثر، تفصيل اكثر، وقدره بالتحكم اكثر. شكرا واحلى شباب.